الفيلم بتاع النهارده بيبدأ في قصر كبير فيه فرح لعيلة برقاوي، ودي عيلة مشهورة جدا، وفجأة صاروخ ينزل من السماء على القصر وكل اللي فيه يموتوا. وبعدها بنشوف اتنين بيجروا جنب بعض ومعاهم حراسة مشددة، واحد فيهم رئيس أمريكا والتاني الحارس الشخصي بتاعه. وبعدها بنلاقي الحارس الشخصي روح لبيته وفتح التلاجة بيشرب مية، لقى مراته مستنياه وبتقول له في مشكلة في أوضة الأطفال. أتاري مركب 6 كاميرات في أوضة الأطفال، فمراته بتقول له أنت جايب 6 كاميرات ليه؟ إحنا عاوزين كاميرا واحدة بس علشان نطمن على الاطفال. وبعدها بنلاقيه بيكتب طلب علشان يقدم استقالته من الشغل، لكن بيجيله اتصال مهم لرئيس امريكا. اتاري رئيس وزراء لندن مات بنوبه قلبيه بالليل وهو نايم، ومستشاره الرئيس الامريكي كانت بتحاول تقنعه انه مش يروح الجنازه علشان هي خطر ومش مترتب لها كويس. فبيرد عليها الرئيس مش ينفع لان بريطانيا اقدم حليف لينا ولازم نحضر. فالحارس الشخصي بيخطط ايه هو اكتر طريق امن على الرئيس الامريكي، فبيروح يودع مراته الحامل علشان يستعد للسفر. تمشي طيارة الرئيس علشان توصل مطار في لندن الساعة 2:30 الظهر. وبعد كده بنشوف المستشارة الألمانية واقفة في الجنازة، فبتظهر بنت صغيرة وبتديها وردة، وبيكون رئيس الوزراء الياباني واقف مستني الزحمة تخف علشان يعدي من الكوبري بسبب الإجراءات المشددة، وبيكون رئيس الوزراء الإيطالي فوق كنيسة مع الحراسة الشخصية بتاعته، والرئيس الفرنسي في المركب مستني العربية تجهز علشان يتحرك. وبعد كده بيوصل الرئيس الأمريكي للكاتدرائية علشان يعزي، وبعدين بيظهر كمين بتقف فيه عربية الرئيس الكندي، وفي ضابط بيفتش علشان لو العربية كان فيها قنبلة ولا حاجة، لكن بيكون هو اللي بيزرع قنبلة جوه العربية. وبعدها العربية بتعدي ومرة واحدة بتنفجر، والرئيس الكندي بيتحول لمكرونة بشاميل. ومرة واحدة يطلع اتنين من العرض العسكري اللي كانوا بيعملوه قدام المستشارة الألمانية وبيقتلوها هي والحراس بتوعها، وبيحصل ضرب نار. ومرة واحدة بنلاقي الشرطة بتضرب نار على الشرطة والحرس الأمريكي ومحدش فاهم حاجة، والراجل بتاع الاسعاف بيطلع بندقية وبيضرب على عربية الرئيس الامريكي وبيفجرها، بس الرئيس كان برا العربية، فالحرس الشخصي بتاعه خده على العربية مصفحة بعد ما قتله كام واحد كده من الشرطة اللي بيضربوا عليهم نار. ومرة واحدة واحد بيضغط على زرار وبيفجر الجسر وبيقع من عليه رئيس وزراء اليابان ويموت، وكمان بينفجر برج الكنيسة اللي عليه رئيس وزراء ايطاليا، وبيعدي قارب جنب مركب الرئيس الفرنسي والقارب ده عليه متفجرات وبينفجر، والرئيس الفرنسي بيتشلوح هو كمان. الوحيد فيهم بقى اللي قدر يهرب هو الرئيس الامريكي، راكب بقى العربية المصفحة بتاعته ومزاجه رايق، لكن بيحصل له مطاردة كبيرة علشان يوصل في الاخر للطيارة الهليكوبتر بتاعة الرئيس. وبعد كده بيظهر البرقاوي وهو بيكلم واحد اسمه سلطان، سلطان بيقول له كله مات ما عدا الرئيس الامريكي. البرقاوي قال له نفذ الخطة بيه يا سلطان. عم سلطان فصل الكهرباء عن بريطانيا كلها وفجر ابراج الشبكة بعدها وطيارة الرئيس في الطريق، وكان معاها طيارتين حراسة اتفاجئوا بصواريخ ارض جو بتستهدفهم، والطيارتين وقعوا وما عادش فاضل الا طيارة الرئيس اللي اتضربت بصاروخ موجه، ومستشارة الرئيس بتموت، وبينجو الحارس الشخصي هو والرئيس. وبيلاقوا موتوسيكلات جاية ناحية الطيارة اللي وقعت يشوفوا الرئيس مات ولا لا. وبعدها بيتصل عامر برقاوي ويهددهم لو مش سلموا الرئيس هيكونوا هم المسؤولين عن الاموات الجايين، وده جزاء ليهم علشان استهدفوا فرحهم. وبعد كده حارس الرئيس الشخصي نزل المترو ولقى ناس هناك قتلهم كلهم على السريع، ولقى واحد فيهم معاه لاسلكي، وكان واحد بيقول رضا رضا اتاري اخو مدير العمليه وقتله قدام اخوه، واخوه قال لما نمسك الرئيس هنعمل معاه الجلاشه وبعد كده نقتله في بث مباشر قدام الناس كلها. فالرئيس قال له لو جم علشان يمسكوني اقتلني على طول وما تخليهمش يمسكوني، ونرجع تاني لغرفه العمليات. القائد اقترح سحب الشرطه من الشارع والجيش ينزل الشارع، وافقوا على الاقتراح ده واطلقوا صافرات الانذار. وفي نفس الوقت كان الرئيس والحارس الشخصي وصلوا لمكان الاستخبارات وبعتوا للجيش الامريكي رساله بالقمر الصناعي انهم رايحين هناك. وبعدها نائب الرئيس الامريكي قال له ان فرقه دلتا من الجيش الامريكي جايه على مكان الاستخبارات اللي استخبوا فيه علشان ياخدوا الرئيس ويرجعوه، فاطمنوا وفرحوا علشان اخيرا هيرجعوا تاني لبلدهم. وفجاه يوصل فريق دلتا، بس لما بصوا في الكاميرات عرفوا ان هم مش فريق دلتا ولا حاجه من الشكل بتاعهم وطريقه التحرك. فاول ما يخشوا بيحصل اشتباك وقدروا يخلصوا على العصابه كلها وياخدوا العربيه المصفحه من المخزن ويمشوا بيها. وهم ماشيين بالعربيه فجاه ضرب النار اشتغل، ولانهم في عربيه مصفحه العربيه مش اتاثرت، وفرحوا ان هم عدوا بخير. بس يا فرحه ما تمت، فجاه تظهر عربيه تخبط فيهم والحارس يفقد الوعي لثواني، وهم خدوا الرئيس في عربيه ومشيوا. وفجاه ظهرت القوات الخاصه الحقيقيه وقالوا للحارس الشخصي روح انت مش لازم تيجي معانا، لكنه صمم انه هيروح معاهم. بعد ما غرفه العمليات عرفت تحدد مكان غرفه القياده، وبعد كده يحصل اشتباك عنيف جدا ما بين الطرفين. وقبل ما يتقدم الحارس الشخصي قال لقائد الفرقه مش تضغط على الزرار
الاصرار ده الا لما اقولك، ويتقدم الحارس فعلا لحد ما يقدر يخش المبنى من البلكونه، وبيكونوا فجروا المولد علشان يفصلوا النور، وياخد الحارس معاه نظاره رؤيه ليليه علشان يقدر يشوفهم وهم مش يقدروا يشوفوه. وفجاه وهو واقف وسطهم وهم مش شايفينه، المولد الاحتياطي يشتغل ويشوفوه ويضربوا النار على بعض وهو يقتل الباقي، وفي نفس الوقت الساعه تدق 8، وهو ده الوقت اللي المفروض يقتلوا فيه الرئيس الامريكي. والبس رجع تاني، الرئيس كل ما يتكلم يضربه وهو حاطط السيف على رقبته ولسه هيقتله، دخل الحارس ويحصل اشتباك بينه وبين الراجل اللي كان ماسك السيف، ولسه الحارس هيقتله قام الراجل اللي قاعد على كرسي متحرك رمى قنبله يدويه، فالراجل اللي كان حاطط السيف على رقبه الرئيس الامريكي سابه، والاتنين طلعوا يجروا. وبعدها الحارس خد الرئيس ومشي، لقى الناس ماسكين سلاح وماشيين وراه وبيضربوه. وبعدها يؤمر قائد الفرقه انه يضغط على زرار التفجير اللي ثبته على مواسير الغاز، وفجاه المبنى كله ينفجر، والحارس والرئيس ينطوا من مكان الاسانسير اللي النار مش بتروح ليه، والفرقه بتخش بتلاقي الرئيس والحارس الشخصي كويسين، وبيبلغ ان الرئيس بخير، فالناس كلها بتفرح ما عدا واحد بس، وهو اللي كان شغال مع برقاوي، فساب غرفه العمليات علشان يهرب، فواحده من الاستخبارات خدت بالها منه وعرفت انه كان شغال مع برقاوي وقتلته. وبرقاوي جاله تليفون من نائب الرئيس وقال له بص من الشباك كده، ولما طلع يبص من الشباك لقى صاروخ واقع عليه وفجره ومات هو والحراس بتوعه. وحارس الرئيس رجع تاني لقى مراته ولدت، فمسك اللاب بتاعه وحذف الرساله. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهايه الفيلم بتاع النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده، وكمان قناتي التانيه اللي بنزل عليها قصص حقيقيه وفيديوهات قصيره هتلاقوا الرابط بتاعها في الديسكريبشن وفي اول تعليق، وصفحه الفيسبوك برضو بنزل عليها فيديوهات تانيه. ولو حابب تتواصل معايا او تكلمني في اي حاجه ابعت لي هناك وهرد عليك على طول يا صديقي. وبس كده.